معنا أسامة الكحلوت منسق غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني. سيد أسامة، أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. إذا قصف عنيف ومباغت لعدة مناطق في رفح، منها تل السلطان، مراج وخربة العدس. هل لك أن تنقل لنا الصورة، كم عدد الشهداء والجرحى الذين تم انتشالهم حتى الآن وتم إيصالهم إلى المستشفيات؟ في أحدث إحصائية صدرت من خلال وسائل الإعلام أن هناك أكثر من 60 شهيدا وصل إلى مستشفيات محافظة رفح جراء القصف العنيف وغير المسبوق على المحافظة، الذي استهدف بيوت سكنية ومساجد في المحافظة. هذه آخر إحصائية، وتبقى هي إحصائية أولية، خاصة مع وجود عدد من المواطنين تحت الركام ويتم التعامل معهم من الطواقم المختصة. نعم أستاذ أسامة، بحسب ما ذكر لنا مراسلنا باسل بأن أغلبية الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء. بالفعل هم في بيوت سكنية، جلهم من النازحين من خارج محافظة رفح، نزحوا إلى المحافظة طلبا للأمان. المحافظة يتواجد فيها حاليا ما يزيد عن 1,400,000 مواطن، غالبيتهم العظمى هم من النازحين من محافظات مختلفة في قطاع غزة. هذا الاكتظاظ وهذا التواجد الكبير للنازحين ينذر بكارثة كبيرة، خاصة مع الوضع الصحي المتهالك في المحافظة وعدم وجود مستشفيات كبيرة وعدم قدرتها على التعامل مع هذه الأعداد من الإصابات والجرحى في ظل محدودية قدرتها الاستيعابية وشح المواد والمستلزمات الطبية في القطاع مع دخول عدوان لشهر الخامس على التوالي في قطاع غزة. أستاذ أسامة، التحديات التي يواجهها الهلال الأحمر الفلسطيني إن كان أيضا من حجم المعدات، من سيارات الإسعاف التي ما زلتم تمتلكونها، والأهم أيضا خطورة التنقل وإسعاف الجرحى وانتشال الشهداء في ظل القصف المستمر على مختلف المناطق. بالفعل طواقمنا الإسعافية والطبية تواجه تحديات كبيرة في ظل حالة الاستهدافات المتكررة والواسعة في محافظات قطاع غزة، ولعلكم شاهدتم في اليومين الأخيرين ودعنا 3 من الزملاء كانوا على رأس عملهم في التعامل مع الحالات الإنسانية في مدينة غزة وفي مدينة غزة تحديدا. نعم، كم عدد سيارات الإسعاف التي ما زالت تعمل في القطاع التابع لكم كهلال أحمر فلسطيني؟ عدد السيارات العاملة هي لا يزيد عن 20 سيارة في جميع محافظات قطاع غزة، بما فيها النقاط الطبية التي عملت الجمعية على إنشائها في محافظة خان يونس وفي محافظة شمال غزة، مع الوضع الصعب للمستشفيات وعدم قدرة الطواقم الطبية والإسعافات من الوصول إليها بسبب استهدافها بشكل مباشر أو حصارها كما في مستشفى ناصر ومستشفى الأمل التابع للجمعية في محافظة خان يونس. نعم، هل نستطيع القول بأن حدة القصف قد خفت ولو قليلا في هذه الأثناء؟ صحيح، نسبيا حسب المتابعة الميدانية ومصادرنا المختلفة حدة القصف الإسرائيلي هدأت بنسبة قليلة نوعا ما، ولكن هذا لا يعني أن الوضع العام هو آمن، ويبقى الحظر الشديد هو سيد الموقف في هذه المحافظة. شكرا لك أسامة الكحلوت، منسق غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني من أمام مستشفى شهداء الأقصى، ينضم إلى